اوقفي يا قافية تتحية واحترام، لان هذا اليوم يوم الوفاء للوالدين، بعد ما للعلم قد قدموا للانام، بعد بذل الجهد والوقت من ماضي السنين، بعد بذل الجهد والوقت من ماضي سنين. اوقفي يا قافية تحية واحترام، لان هذا اليوم يوم الوفاء للوالدين، بعد ما للعلم قد قدموا لنا، بعد بذل الجهد والوقت من ماضي سنين، بنكرمهم ونوقف اذا مروا قيام، بعد ما حطوا الرحال واصبحوا يونس محمد نصوغ احلى الكلام، خبرته مرشد طلاب بعزم المايلين، بعد 34 عام بتمام، اشرفت رحلة تفاني نهايتها تحين، كان مضرب للمثل بالوفا والالتزام، والنزاهة والامانة على مر السنين، من بني الزهراني اهل الوفا القوم الكرام، يذهلك تاريخهم يوم أمنا أم الكرم فاطمة نبع الحنان، قائدة في مدرسة تجبر القلب الحزين، أم يونس قدوته الكل دايم ما تضام، بعد 36 عام كاملين باسمهم أولادهم يفخروا بنا لنا، هذا يونس يذكرك جازهم في كل حين، وأيمن يقول الله يجعلهم في عالي مقام، فإياد يقول ما مثلهم فالطيبين، والبنات اللي لهم يحملون الاحترام، يرسلون احلى التهاني ورود الياسمين، والتهاني من هدى ما يكفيها الكلام، وابتهالي تقول يسعدهم الله كل حين، في هدي اليوم كله الرضا والانسجام، يا را تهدي والديها من الشعر الثمين. اوقفي يا قافيات تحية واحترام، هذا اليوم يوم الوفاء للوالدين، وقفي يا قافيات تحية واحترام، لأن هذا اليوم يوم الوفاء للوالدين، بعد ما للعلم قد قدموا لنا، بعد بذل الجهد والوقت من ماضي السنين، بنكرمهم ونوقف إذا مروا قيام، بعد ما حطوا الرحال واصبحوا متقاعدين، في أبو يونس محمد نصوغ أحلى الكلام، خبرته مرشد طلاب بعزم المايلين، بعد 34 عام بتمام، أشرفت رحلة تفاني نهايتها تحين، كان مضرب للمثل بالوفا والالتزام، والنزاهة والأمانة على مر السنين، من بني الزهراني أهل الوفا القوم الكرام، يذهلك تاريخهم يوم تنشد هاليقين، أمنا أم الكرم فاطمة نبع الحنان، قائدة في مدرسة تجبر القلب الحزين، أم يونس قدوته الكل دايم ما تضام، بعد 36 عام كاملين باسمهم أولادهم يفخروا بنا لنا، هذا يونس يذكرك جازهم في كل حين، وأيمن يقول الله يجعلهم في عالي مقام، فإياد يقول ما مثلهم فالطيبين، والبنات اللي لهم يحملون الاحترام، يرسلون احلى التهاني ورود الياسمين، والتهاني من هدى ما يكفيها الكلام، وابتهالي تقول يسعدهم الله كل حين، في هدي لليوم كله